الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بمدينة سلا، بناء على هذه الوقفة الاحتجاجية دارت على أساس واحد الخلفية ديال التركيب ديال بعض الأبواب بعض المحلات التجارية داخل المدينة، وهذه الخلفية تبنات على السرقات اللي وصلت دابا 14 محل تجاري أنه تعرض للسرقة، وهذه الخلفية خلاتنا أننا نوقفوا هذه الوقفة الاحتجاجية كتبين كتلبي الرغبات ديال التجار على ان تبين الرفض ديالهم التام لهذه الابواب الخشبيه اللي ما كتوفرش على الجوده وعلى الامان، وهذه الابواب الخشبيه غير صالحه تماما لعده اسباب، من ان الابواب ديال التجار ديال نصف الجمله وشارع الجمله بشارع 2 مارس ابواب لها مساحه كبيره بالنسبه للمقارنه مع الابواب اللي تركبت على المدينه بالداخل المدينه، وهذه الابواب بعد الخبره اللي دارت خبره من طرف خبير، الخلاصه ديال الخبره ان هذه الابواب لن تصمد امام هذه العوامل المناخيه، لان الشارع معرض للشمس طيله السنه والامطار، يعني الابواب ولات كتعوج من دابا ولات كتشقق من دابا، والسرقات اللي ذكرت بانها تعرضت لها المحلات التجاريه بنينا على الرفض، والشركات الشركه هذه جلسنا معها يعني في اجتماعات مع السيد القائد والسيد الباشا ما استجبتش المطالب ديالنا، وعلى هذا عدم الاستجابه احنا وقفنا وناضلنا من اجل هذا الرفض التام للاستجابه للمطالب، وحنا كذلك مستمرين حتى الشركه تستجب للمطالب ديالنا، لان محلاتنا في خطر ومحلاتنا كتوفر على اموال وراس مال مهم مقارنه مع المتاجر الداخليه اللي هي داخل المدينه. السيد العامل راسلنا السيد الباشا كما قلت لك في البدايه اننا في اجتماعات دوريه مع السيد الباشا والسيد القائد، يعني رجال السلطه اللي هما الجانب اللي هو المحاور راه ما الشركه ديما كتعنت ما كتبغيش تستجيب، لانها بغات تنزل هذه الابواب اي طريقه كانت بالتهديد، ومارست جميع الضغوطات على التجار، وبناء على الخلفيه اللي كنعاود نقولها ناكدها ان السرقه اللي وقعت حنا رافضين هذه الابواب جمله وتفصيلا. السلام عليكم، اسم ديالي ابراهيم، تاجر هنا في باب الخميس. خويا المشكل ديالنا هذه الوقفه الاحتجاجيه درنا على وديت البيبان ديال الخشب اللي يعني غير لائقه، لا جوده لا حتى شي حاجه، يعني بيبان كلهم كيعواجوا من بعد مده من التركاب، ملي كيركبوهم لك من بعد واحد المده كيبداو يعواجوا كيتحلوا راسهم، مع دابا الشتا والشمس وداك الشيء كضرب فيهم كيتحلوا راسهم، والبيشان حتى هما كذلك كلهم عوجين، والنموذج راه هو هو سيدني ترى يلاه طاح له الباشا الصباح هذا، يعني ما كاينش الجوده اخي، هذاك الشيء يعني ما كيستجبش يعني سميتو المعايير ديال الامن والامان، وانت محل ديالك حاط فيه رزقك كامل فهمتيني، والمحل كيتصرف على عائلات ماشي غير بوحدك ولا شي حاجه فهمتيني، وحنا مضرين اخويا وبغيناهم يديروا معنا حل في هاد البيبان هادو، يعني يديروا لنا ابواب اللي تكون يعني كتستجب المعايير يعني الامان وداك الشيء فهمتيني، هذا الشيء اللي كنطالبوا به. راسلنا معاهم ولكن باقي ما داروش معنا حل، ما كاين حتى شي رد، باقي ما كاينش شي رد فهمتيني، لا حنا لا رئيس النقابه ديالنا السي ابراهيم ايتو داود هضرنا معاهم وكل شيء، ولكن باقي ما كاينش اخويا شي استجابه للمطالب ديالنا فهمتيني، وحنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي كبيره، بغينا غير البيبان يديروا لنا بيبان يعني كتستجب لمعايير الامن والامان، باش انا الا سديت على رزقي نكون مهني فهمتيني، ماشي انا غنسد على رزقي ونجي في الصباح نلقى الباب ديالي محلول، وكاين نموذج كاين بيبان محلولين هنايا في السوق الكبير، كاينين بيبان تحلوا فهمتيني، بيبان تحلوا وبيبان دخلوا لهم الشفاره فهمتيني، يعني ما كاينش اخي جوده هذا ما كان. شكرا على المشاهده، إذا أعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.